هفكرك بحاجه دايما بخصوص اولويات التايمر جوه البي ال سي. ده الكلام دوت في اي مركب عشان ملوش علاقه بسيمنز بس. يا اما اطرح الترتيب زي ما عملنا في التمرين دوت، يا اما ريح دماغك وما تخليش ابدا التايمر مثلا فين التايمر يفصل الحاجه اللي هي اساسا بتشغله تاني. يا اما اطرح الترتيب ويبقى كده صح. وانا حابب ان احنا نعرض الترتيب، يعني انا حابب ان احنا نعمل الجزء الصعب عشان لو فهمنا الصعب هيبقى السهل بعد كده حاجه يعني مش هناخد فيها وقت. يا اما اطرح الترتيب زي ما عملنا دلوقتي، يا اما تاني ما تخليش التايمر تي 32 يفصل، هو كده بيفصل الحاجه اللي هي اساسا بتعمل ايه؟ بتشغل. هتعمل كده، لو عملت كده يبقى لازم تبص على الترتيب، ما عملتش كده يبقى سيبك من الترتيب والترتيب ملوش اي لازمه. اوكي؟ يعني لو مثلا كي 0.1 بيشغل التايمر والتايمر بيفصل حاجه ثانيه، مش هقرا البرنامج لان كده كده هو بيفصل حاجه ثانيه، فعمره عمره ما هيبوظ نفسه بنفسه يعني. اوكي؟ لكن كده انا خليت التايمر يفصل الحاجه اللي هي اساسا بتشغله، فطبيعي ان هو هيجرى له ايه؟ هيفصل. فصل قبل ما يعمل اللي انا عايزه او فصل بعد حسب بقى، دي لازم عشان كده لازم اقرا البرنامج كويس في الحته دي. تاني ما فهمتش، تخلي كي 0.2 هو اللي يفصل ده قصدك؟ اه ما زي ما قلناها هنا يفصل التايمر. طب نفس ما هو كده كده لما ده يفصل ده هيجرى له ايه؟ هيفصل صح؟ مش كي 0.2 لما يفصل هنا ده كمان هيفصل هنا؟ فهي هي صح؟ بس يعني معلش نقطة إذا كانت بتناقش فيها باشمهندس، افرض طلع موتور اتجاهين يبقى لازم الأول أعمل إيه؟ عشان كده أنا حابب إن أنت تكون فاهم الترتيب، لأن في بعض الأحيان هيكون ترتيب مهم جدا. يعني في ناس لولا الترتيب هيضطروا يحطوا ميركرات ويزودوا انبوتس وكونتاكتس، مع إن الترتيب يعني ترتيب صعب بس ما دام فهمته هيبقى كويس جدا معانا. هدوس على الأي 0.1 يروح يشغل كيو 0.1. آدي كيو 0.1. في تايمر، التايمر شغلانته انه يعمل ايه؟ يفصل ده ويلقط اللي بعديه صح؟ يبقى انا هحطه فين؟ فوق. عارف ليه؟ عشان لما يفصل دي لو هو تحتيها هو هيجرى له ايه؟ هيفصل صح؟ انا وجهه نظري كده يمكن يطلع كلامي غلط بس تايمر المفروض انه يفصل دوت ويشغل ده. فانا هحطه فوق هنا عشان خاطر لما ده يفصل ما يشوفوش غير بعد ما يكون عمل ايه؟ شغل وبعد كده راح شافه. كيو 0.1 شغل تي 32 500 يعني نص ثانية بس. التايمر يروح عامل ايه؟ طبعا في ايقاف اكيد. التايمر يروح فاصل هنا وينزل يشغل هنا. في لاتش كيو 0.2 الخارج كيو 0.2 الايقاف اي 0.0 صح؟ يبقى كده غلطتي مظبوط، ده يشتغل بعد زمن يفصل وبعد كده يشغل. أو شغل وبعد كده يفصل، التمرين مش هيبوظ. كي 0.2 هيشغل تايمر، التايمر يفصل هنا ويشغل هنا. ينفع التايمر يكون تحت كي 0.2؟ لأن هي لو فصلت على طول هيعمل إيه هو كمان؟ هيفصل فمش هيعرف يشغل. فهو نحطه هنا كده. كيو 0.2 يشغل تايمر تي 96 مثلا برضه نص ثانيه يعني 500. والتايمر لما يعد هيعمل حاجتين، هيروح يلقط كيو 0.1 ويفصل كيو 0.2. ها نقراه كله على بعضه. دوس تشتغل كيو 0.1. كيو 0.1 هيشغل التايمرز. التايمر يا اما يشوف دي الاول فيفصل يا اما يشوف دي الاول فيشغل. تعال نشوف الأسوأ، ان هو شاف دي الاول ففصل. لما فصل هنا نزل شغل وبعد كده عمل ايه في التايمر؟ بس بعد ما عمل اللي انا عايزه، بعد ما فصل ده وشغل ده. ده لما اشتغل شغل تايمر تاني تي 96. تي 96 شغلانته انه يفصل هنا ويشغل هنا او يشغل هنا وبعد كده يفصل هنا. الأسوأ ان هو ممكن يفصل الاول بس مش هيحصل حاجه، لان يوم ما يفصل الاول هيلف يشغل وبعد كده يعمل ايه في نفسه؟ بعد ما يكون عمل اللي انا عايزه. يبقى التمرين ده كده صح. اوكي؟ في نقطة في البرنامج ده، إيه هي؟ لو أنا علقت الـ I0.1 لو أنا علقت الـ I0.1 هيشتغل إزاي البرنامج؟ يعني هيقعدوا يبدلوا مع بعض إذا عادي خالص؟ آه يعني ده مش هيفصل؟ مش ماشي هو أنت قلت هيفصل صح؟ هيفصل دول مش هيفصل. هيفصل ولا لا؟ لو احنا علقنا الاي 0.1
يعني ده هيفصل عادي صح؟ اللي غلط وجاوب غلط هو اللي بص على البي ال سي. كلكم عشان ما قرتش على البي ال سي يعني معلش يا باشمهندس انت عشان شفتها على البي ال سي فعشان شايفه ما بيفصلش قلت عليه انه ما بيفصلش مع انه هو بيفصل على فكره. بس هي نقطه يعني تعالى انا اقراها صح لان انت غلطت في حاجه وهو غلط في حاجه. صح. فانا هيتهيألي ان هو ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ دوست تشتغل بعد زمن اكيد جرى له ايه؟ بس تأمل بقى في الحته دي. ده لما فصل ده فصل فده لما فصل ده فتح فده لما فتح ده فصل فده لما فصل رجع بقى ايه تاني؟ كلوز. فاشتغل بسرعه. بس هو عمل ايه؟ هو بسط عمل كده. دي اول لمبه. تاني لمبه اشتغلت ودي عملت كده طفت ونورت بسرعه كي فالفلاشر بقى غريب. ده طبيعي ان اللي بيشغله تي 32 ده اللي بقى غريب تحس ان النار على طول. بس هو بيفصل يشتغل بسرعه جدا. يفصل ويشتغل بسرعه جدا. كيو 0.1 ده عشان ده مفتاح. ما هي دي المشكله. هو المفروض ان انا ما علقوش. بس ما هي ما هو اي 0.1 بيشغل كي 0.1 علقت دوت يبقى علقت ده تمام. فدي هتلاقي الاوتبوت شغال كل ما يقول يا هادي عشان يطفي يشتغل تاني. نوضح النقطه دي. لو علقت الاي 0.1 هيشتغل صح؟ بعد زمن هيجرى له ايه؟ صح فصل بس بسرعه كده في وان سايكل. لما فصل طلع عمل ايه في التايمر هو كمان؟ فدي رجعت بقت ايه؟ كلوز. وعشان انت معلق ايدك عمل ايه تاني؟ ما استناش التايمر لما اقول له هتشتغل بعد شويه هو اشتغل على طول. فالبرنامج شكله بقى بايظ. الله ينور عليك. يعني رجع تاني بقى ايه؟ ها صح مش دوت ده بيشتغل عن طريق 0.1. لما فصل 0.1 هو كمان جرى له ايه؟ حلو. لما ده فصل رجع تاني لطبيعته رجع بقى ايه؟ كلوز. وعشان انا معلق ايديا راح هو عمل ايه من نفسه تاني؟ يا عم اعترف وهنشيلها من الفيديو مش مشكله عادي. اوكي في مشكله في النقطه دي. بس انا مش هينفع اجي في المصنع يعني الوم العامل ان هو علق ايديه. ده معلش هو حر هو ممكن يطول ايديه على الدوسه ما يطولش. ده احنا ممكن نعمل برنامج الفلاشر كله 1 مللي سكند. هو غصب عنه مش هيلحق اساسا يشيل ايديه في خلال 1 مللي سكند. بس انا ممكن اعمل حاجه اقول له الدوسه تشغل خلاص شكرا ما تفضلش دايس. ها دوسه تشغل خلاص تدوس كتير بقى دوس قليل هو دوسه بوزيتيف ايدج كده. لو انا حطيت بوزيتيف ايدج هنا حتى لو هو طول ايديه على المفتاح البرنامج مش هيبوظ خلاص. بالظبط هيبدا هو مع نفسه يعمل فلاشر على طول. فضل معلق الفلاشر برده شغال سليم زي ما هو. اللي مش فاهم قصدي ايه يروح يبص على البي ال سي دوت او اي برنامج كلكم زي بعض علق الاي 0.1 هتلاقي الفلاشر بقى شكله غريب. فمش هينفع اجي في سيكونس في المصنع عشان واحد نسي المفتاح او مفتاح حشره ما رجعش البرنامج كله المصنع كله يبقى شغال غلط. الحاجات دي انت يعني الحاجات دي ويعني عدم وجودها ممكن يعمل مشكله. هي يعني مش يعني الفكره اللي انا حطيتها وانا مستريح. الراجل غلط في التشغيل شغل صح في الحالتين برنامج هيبقى مظبوط. اشرحها بسرعه كده. ستارت يشغل كي 0.1 اللي هو الاخضر العربيات ماشيه كده كل العربيات. العربيات هتبدا تفضل ماشيه زي ما هي بس تبتدي ينور لها الاصفر فلاشر عشان يقول لها استعدي هتقفي. فلاشرز متقطع عشان تقف تمام. بعد كده يروح عامل ايه في العربيات؟ يطفي الاخضر وينور لها احمر يعني العربيات مالها وقفت. طفى الاثنين ابتدى ينور الاحمر. احمر معناه العربيات واقفه. هتفضل بعد شويه واقفه بس يقول لها استعد عشان خاطر تعمل ايه؟ هتمشي تبقى اخضر تاني. ويروح فاصل دول ومشغل الاخضر. تمام؟ نعملها مع بعض؟ نرسمها هنا. لا انا ماليش دعوه بقى يعمل الاول ثم يعمل الثاني ترجمها زي ما انت عايز. المهم انت فهمت الدياجرام ايه. على فكره موضوع الدياجرام مهم جدا. روح اي مصنع وافتح الكتالوجات مش كاتب لك ادوس يعمل. الكلام ده كان في كنترول ان كنا لسه بنبدا تمام وفي بدايه البي ال سي. مش هينفع اقول لك ادوس يعمل الاول ثم بعد زمن يفصل الثاني. هو كاتب لك دياجرام وبالدياجرام انت بقى تترجم لكلام. يا اما هيضطر يعمل القاموس بالعربي والانجليزي والهندي والتايواني والطلياني وصح ده كده يعني ده كده العالم كله يفهمه. تاني بسرعه ادوس يشتغل اخضر كيزر واحد. بعد شويه هتفضل زي ما هي بس تبتدي العربيات استعد عشان خاطر هتقف. المفروض ان هو من بعيد لو جاي من بعيد يشوف الاصفر يقف لو قريب ممكن يعدي تمام. بعد كده يروح موقف العربيات خالص وينور لها احمر معناها تقف. بالظبط مره بقول له استعد عشان خاطر هتمشي خد بالك عشان هتقف تمام هتقف ويروح موقف.
استعد عشان تمشي ويروح ممشي. تمام؟ تايمر قد ايه يعني زمن؟ ده مش هنختلف فيه، لو انت عملته 5 وغيرك عامله 10 كله هينجح، المهم انه يتعمل. تمام؟ نفكر في التمرين مع بعض. ادوس ستارت على الاي 0.1. المفروض ما حدش ينقل الحل لان اكيد هيطلع غلط وهمسح وهعدل يعني. ايه؟ بص هي في حاجه، حط قاعده في دماغك، لو هتبدا بايه لازم يطلع صح. تمام؟ بس هقول لك انا لو هبدا بايه؟ انا هاخد الدياجرام بالتفصيل سنه سنه، فهبدا كيزيرو 1، كيزيرو 2، كيزيرو 3 عشان ما تلخبطش، لكن لو عايزين نبدا بدي مش فارقه كتير ولا حاجه. هو انت عايز تقنعني مثلا ان هم يعني يوم وصلوها لو عايزين يبداوا بالاحمر البرنامج هقول لهم لا؟ ايه مش هر... ايه ايه ما هو بص برضو بالعقل، اللي بيشغل الاصفر هو شغلانه الكي 0.1 لمده زمن وبعد كده شغل الاصفر، فعشان ده بالاصفر هيبقى صعب جدا مش صح؟ تمام؟ يقدر يعمل بالظبط. هدوس يشتغل كي 0.1، خليها بترتيب الدياجرام. بما اني انا هدوس وامشي وهسيبها كده 4 5 6 سنين مع بعضيها لغايه ما تبوظ، فاحط لها لاتش. ما دام في لاتش ممكن في الصيانه احب اعمل ايه؟ ستوب، اوقف 0.0. دوست اشتغل الاخضر، اكتبها جنبيه حرف الجي جرين. طيب بعد زمن يشغل الاصفر فلاشر. شفت تمرين الفلاشر كان موجود دلوقتي؟ انا هنقله هو هنقله فوق او تحت، هنشوف بقى ترتيب هيعمل مشكله ولا لا. بس هقول له كده، لما كيو 0.1 يشتغل هيروح يشغل تايمر تي 2 مثلا، تي مثلا 97، بيعد بال 10 مللي سكند مثلا. لو افترض ان كل زمن من دول سنتين سنتين سنتين، يبقى هقول له بعد 200، 200 معناها سنتين. تمام؟ يروح يعمل ايه؟ يعمل تمرين الفراشة اللي كنا راسمينه دلوقتي. نعمل ايه؟ مع بعض؟ احنا اتفقنا ينفع، بس البريورتي ما بينهم ضاعت، يعني الاولويات مفيش. ينفع مش هديك ايرور، بس الاولويات مفيش. دلوقتي هرسم البرنامج اللي كنا راسمينه من شويه. في فلان كان بيشتغل، فلان بيشغل التايمر تي 32. ايه؟ 1 2 هشوف. ما يعني اعتقد 3. معرفش لسه الترتيب، ممكن ازود حاجه في النص، يمكن امسح واعيد كله من اول جديد. اول هي ايه؟ كانت لمبه واحده؟ ماشي. في نقطه معلش كده قبل ما اعمل التمرين. التمرين اللي فات كان لمبتين فلاشر، ده لمبه واحده، اعمله ازاي؟ والتاني اعتبره كانه ايه؟ كانه في واحد. كانه ميركر. كانه ميركر، يعني مش اللي فات كان بيعمل كده؟ اللي هنعمله دلوقتي هيعمل ايه؟ انت مش شايف الثانيه جوه البي ال سي. صح؟ لا ما انت مش هتكتبه اصلا ازاي؟ ما هي الفكره فيه ان هو بيشغل تايمر التاني والتايمر التاني يفصل ده ويشغله تاني وهكذا. صح؟ في حلول اسهل، بس خلينا في عشان البرنامج اوريدي كبير، فخلينا في الحل اللي احنا فاهمينه كلنا. هيبقى لمبتين، بس بدل اللمبتين هنخليها لمبه والتانيه خليها مداريه فلاشر، يعني ميركر سوري. تمام؟ فيبقى اللي انا شايفه شايف دي كده. مع ان في الحقيقه هما بيبدلوا مع بعض. صح؟ طيب. مثلا كيو 0.2 اللي بيشغل ده مين؟ لما تي 97 يعد يروح يشغل الاصفر. صح؟ وبعد زمن يعمل ايه في الاصفر؟ يطفيه ويروح يشغل الميركر. خليه ام 02 عشان نبقى فاكرين ده تبع ده مثلا. الام 02 يروح يشغل تايمر تاني. تي 96، تي 96 يفصل ده ويرجع يشغل ده. نراه يمكن يكون غلط ثاني. سوري تي 96 طبعا اكيد هبقى في اي 00 عشان لو حبينا نفصل كله اي 00. ده هو اللي فات، بس بدل ما كنا مسمين اوتبوت واوت بقى اوتبوت وميركر. يعني ايه؟ ادوس ينور اخضر. تمام؟ بعد زمن يبدا الفلاشر، بعد زمن يبدا الفلاشر.
هيلقط لك اول لمبه، ادي الاصفر نور. الاصفر بيروح شغل تايمر عشان بعد زمن يعمل ايه في نفسه؟ يفصل نفسه، طفى وشغل ميركر مش شايفينه احنا. الميركر هيرجع شغل تايمر تاني. التايمر التاني يعمل ايه؟ يفصل الميركر ويرجع يعمل ايه في الفلاشر؟ فيبقى انت شايف الفلاشر عمال يعمل كده. ايه؟ واللمبه من غير لمبه يعني؟ بلاش تايمرين يعني؟ من غير تايمرين تاني؟ من غير تايمرين يعني؟ ينفع بس حاجه صعبه شويه فلسه هنعملها ما تقلقش. ليه؟ لسه ما عملناش. دي لسه حاجه نشرحها تاني من الاول، تاني من الاول. دوست اشتغل الاخضر. بعد زمن بدا موضوع الفلاشر اللي هو ايه؟ بعد زمن 97 يعني شغل الاصفر، ادي الاصفر اشتغل. المفروض الاصفر يعمل ايه؟ اهو فعلا شغل تايمر، والتايمر هيعمل ايه؟ هيطفيه. عشان ارجع اخليه يشتغل تاني لازم يكون في ميركر يعني يحتفظ بالجزء دوت. فالميركر لما ده طفى الميركر اشتغل، لما ده طفى الميركر اشتغل. صح؟ يعني عملوا كده. بعد زمن التايمر يعمل ايه في الميركر؟ يطفيه ويرجع يشغل اللمبه تاني. ما تبصش على ده وبص على ده هتلاقيه عمال يعمل ايه؟ فلاشر. تمام؟ ها؟ شغلت اليلو شغل تايمر. التايمر عمل ايه في الاصفر؟ يعني كان كده بقى كده وراح شغل ايه التايمر؟ شغل ميركر تاني. يعني ده كان كده بقى كده بس ده انا مش شايفه عشان ده ميركر بالظبط. فصل الاصفر شغل ميركر. الميركر هيعمل نفس اللي عمله الاول، هيروح يشغل تايمر. التايمر يفصل الميركر ويرجع يشغل الاصفر تاني. فيبقى كانه عمال يعمل كده بس ده عشان ميركر فانا مش شايفه، فده عمال يعمل كده. تمام؟ يبقى دوست. انا وصلنا لغايه فين كده؟ وصلنا لغايه هنا. صح؟ عايز اقول له بعد لو ده ثانيتين وده ثانيتين يعني ده كله قد ايه؟ 4 ثواني. بعد 4 ثواني روح اعمل ايه؟ افصل ده كله وابدا بالجزء الثاني. فاهم؟ ها؟ يبقى زي ما كان كي 0.1 بيشغل تايمر بيعد ثانيتين، هيشغل تايمر بيعد قد ايه؟ 4 ثواني. ماشي، استغل المكان اللي هنا ده. هنشوف هنعمل بيه دلوقتي تي 7 تي مثلا 98 مثلا. ما هنجي لها دلوقتي نتكلم فيها، يمكن تكون مشكلتنا كلنا اساسا. إيه 400. انا عايز اقول لكم الحل ده معقد جدا لان في حلول سهله جدا لما اخد حاجه اسمها كومبير، بس لازم نكون فاهمين ايه. بس نص ثانيه نص ثانيه بخليها مثلا 500 500. نص ونص. خد بالك دي 500 بالملي سكند يعني نص ثانيه. مش بقى انت هنا دي مش يعني دي مش بجد. تمام؟ يبقى كده دوست بعد سنتين عمل الفلاشر. بعد 4 ثواني هقول له اعمل ايه في كي 0.1؟ ده لما يطفي ده هيجرى له ايه؟ وكل الفلاشر هيجرى له ايه؟ هيطفي بقى مصلحه. يبقى النص الاولاني خلص. تمام؟ يبقى شغلانه تي 98 انه يروح يبدا بالنص الثاني يعني يروح يشغل كيو 0.3 اللي هو الاحمر، وكيو 0.3 عامل ايه في اللي فات كله؟ يفصل. التايمر لا، ليه؟ لو هعملهم التايمر يبقى لازم احط التايمر فين؟ فعشان ما امسحش تاني قلت اخليه يفصل عن طريق الكيو خلاص. مقتنعين ولا لا؟ ها؟ لو انا كنت خليت التايمر ايه؟ لسه هنشوف هنحط لاتش ولا لا؟ لان التايمر هيجرى له ايه؟ هيفصل فلازم نحط لاتش، ما دام حطينا لاتش يبقى نحط ستوب. كي 0.3 بعد ثانيتين يرجع يعمل ايه؟ شغل نفس الفلاشر. كيو 0.3 يروح يشغل تايمر. افتكر بس المسميات تي 100 مش فاكر التسجيل موجود، بس تي 100 موجود. تي 100 بيعد برضه بال 10 مللي سكند يبقى 200. تمام؟ تي 100 يرجع يعمل ايه؟
هيروح عامل ايه في ال 11 يرجع شغله تاني. في تايمر تاني بيعد قد ايه؟ اللي هو يكون وصل لغايه الاخر من هنا لغايه هنا 4 ثواني. بعد 4 ثواني يفصل دوت ويرجع شغال ده تاني. خلص التمرين اهو نعمله هنا. معلش الدنيا زحمه. كيو 03 تايمر مثلا تي 101. تي 101 خدوا بالكم بيعد بال 100 مللي سكند. لا ده بال 100 مللي سكند يعني 40 ده بال 100 مللي سكند. تمام 40 يبقى تي 101 يفصل هنا. بس لا انا خايف ان هو لو فصل يعمل ايه؟ ما مش هينفع يشغل ده الاول لان دي مالها دلوقتي شغاله. لحظه 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 لحظه. كده يطلع صح. الاول هيعمل ايه هنا؟ هيفصل هنا. ما كان عامل ايه هنا؟ شغل سوري. ماشي صح مركب بس مش عارف بالظبط. صح مظبوط 40. تعال نقرا كله على بعض. ممكن يكون في غلطات خد بالك يعني نسهل نرسمه ونشوف. لازم حد يرسمه الاول. دوش تشتغل 0.1 بعد ثانيتين بدا يعمل الفلاشر. في مشكله في الفلاشر؟ نقرا تاني. ها باشمهندس نقرا. ها لما جه هنا دوت عدى ثانيتين راح مشغل كي 0.2. كي 0.2 شغل تايمر فعمل ايه في نفسه؟ طفى نفسه وراح شغل ميركر تاني. الميركر شغل تايمر، التايمر يرجع يفصل دوت ويشغل ده تاني، فيبقى عمال يعمل كده. هيعمل كده لغايه ما يعدوا اللي هو يعتبر 4 ثواني من البدايه اللي هو ثانيتين تانيين يعني. هيروح عامل ايه؟ يشغل الاحمر صح؟ ويفصل الاخضر. الاحمر لما اشتغل بعد ثانيتين رجع عمل ايه تاني؟ كرر نفس الفلاشر تاني. صح؟ وبعد 4 ثواني رجع فصل ده وشغل ده، فالتمرين بيتعاد من اول وجديد. تمام؟ بس عايز اقول لكم الحل دوت يعني حل ممل بمعنى الكلمه. انا عامله وانا مش طايقه، لان هناخد حاجه اسمها الكومبير. الكومبير دي هتخلي التمرين ده كله يتعمل في الحته دي. 4 سطور. طيب نقلوها نقلوها. نركب نتورك هم المفروض بترتيب العصب بورد. نتورك 1 2 3. ليه؟ مش تفرق هي يعني ده الترتيب في التشغيل، لكن الترتيب في رسم البرنامج مش فارقه كتير. 7 8 9 10. لما ناخد طريقه الكومبير هنعمل البرنامج ده كله بتايمر واحد، يعني بدل تايمر 2 3 4 5 6 يبقى تايمر واحد.